بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقاربة وعلى كل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود طليق بك ما هو مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. ارحمني الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك امحو إثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذاب الإثم حب لبي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غامض حكمتك ومستوراتها. انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا نخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح مدبر عضدني فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيغفر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحقة، القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون. علمني ازاي اصلي لك، علمني ازاي ارنم لك، علمني ازاي اصلي لك، علمني ازاي ارنم لك،
علمني ازاي اشهد عنك وتشوف الناس فيا سرطان. علمني ازاي اشهد عنك وتشوف الناس فيا سرطان. علمني ازاي اسمع صوتك، علمني ازاي اقرا كلامك، علمني ازاي اسمع صوتك، علمني ازاي اقرا كلامك، علمني ازاي اميز همسه وفكري يكون رهن مشيتك. علمني ازاي اميز همسه وفكري يكون رهن مشيتك. علمني ازاي احب عدوي وصلي كمان للي جرحني. علمني ازاي احب عدوي وصلي كمان للي جرحني. علمني ازاي احول خدي والعالم قال اياك تدي. علمني ازاي احول خدي والعالم قال اياك تدي. علمني ازاي احس بذنبي روحك القدوس يبكتني. علمني ازاي احس بذنبي روحك القدوس يبكتني. يمسك بيدي ويقومني يتكلم فيا ويشفع عني. يمسك بيدي ويقومني يتكلم فيا ويشفع عني. علمني ازاي. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ولادي وحبايبي واخواتي، وحشني جدا بنعمة ربنا نتقابل عن قريب ونرجع نفرح تاني مع بعض كلنا. شفت الفيديو اللي هو كان قبل الكلمة بتاعتي دي؟ هو الحقيقة كان بيتكلم عن الابرص. نعم، اتكلمنا كتير عن الابرص، وياما شفنا له فيديوهات وقرينا قصته في الكتاب المقدس. لكن في الحقيقة دايما في قصة الابرص بتلفت نظري حاجة معينة كده، يمكن يكون محدش بياخد باله منها قوي. ان الابرص كان جعان، الابرص ده جعان للمسة، الابرص ده كان مرض. البرص ده كان مرض عند الابرص، هو مش يعني محدش بيلمسه، محدش بيقرب منه، حتى اقرب الناس ليه ما كانوش بيلمسوه، حتى الناس اللي في المجتمع، حتى الكنيسة او الـ الهيكل اللي كان بيصلي فيه زمان ما كانش يقدر يخشه، ما كانش حد يقدر يقرب منه خالص. فالأبرص ده كان دايما جعان، جعان للمسة، جعان لحضن، جعان ان حد يطبطب عليه، جعان ان ابنه حتى يجي يترمي في حضنه. كان طبعا مفتقد جدا كل الكلام ده. لكن لما راح للمسيح كان عنده ايمان قوي ان ربنا ممكن يشفيه. لما شاف المسيح من بعيد جري عليه ورقع تحت رجليه وقال له كلمة كلها ايمان، قال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. يعني لو انت عايز هتقدر تشفيني. سيد المسيح عمل ايه؟ مد ايده ولمس الابرص قبل ما يشفيه. وهي دي الحته اللي انا عايز اكلمكم فيها. ربنا ده حنين قوي، لان قبل ما يشفي الابرص جسديا حب ان هو يشفيه ويعالجه نفسيا، لان الابرص ده كان تعبان نفسي جدا. من وجهه نظري الشخصيه انه كان تعبان جدا وبيتالم جدا نفسيا، ان حتى اقرب الناس ليه مش قادرين يلمسوه. تخيلوا الابرص ده يمكن بقاله مثلا عشرات السنين، يمكن اكتر من 20 سنة
ما لمس حد ولا حد لمسه ولا حد حتى ترمى في قلبه. حساس صعب جدا. الحقيقة أنا حبيت أتكلمكم النهاردة في موضوع الأبرص مع أنه هو مش وقته دلوقتي، لكن أنا حاسه شوية هو في شبه من الظروف اللي احنا بنمر بيها وظروف الكورونا. مريض الكورونا للأسف الشديد احنا بنتعامل معاه تقريبا بنفس المعاملة، ما بنقربش منه، ما بنلمسوش، حتى أقرب الناس لي ما بيلمسوش، ما بيتعاملوش معاه. مش بس كده، ده حتى أقرب الناس لي ما بيكلوش معاه في طبق واحد. ويمكن أصعب إحساس بيمر عليه خصوصا لما يكون في عزل منزلي. تخيلوا إنسان قاعد في بيته ممكن يقعد بالإسبوعين ثلاثة ويمكن شهر ما يشوفش حد من قرايبه اللي عايشين معاه في نفس البيت، ولا يتعامل معاه، ولا يأكل معاه، ولا يلمسوه، ولا يلمسه. إحساس قاتل نفسيا، إحساس صعب قوي. الإنسان ده بيبقى محتاج طبطبة. للأسف مش بس كده هما اللي بيعملوا معاه كده، إحنا بنعمل كده مع كل إنسان مريض منقدرش نطبطب عليه. صدقوني الطبطبة مش مجرد إن هي تكون بالإيد، الطبطبة دي ممكن يكون إنسان بيتسأل عليها بالتليفون، ممكن تكون إنسان محتاج دعم نفسي إنك تبعتهوله عن طريق فيديو، عن طريق مكالمة حنينة تقدر تكلمها له، عن طريق آية ممكن تبعتها له، عن طريق سؤالك عليه صدقني، أو حتى زيارة ليه من بعيد. الإحساس النفسي ليه كويس جدا. صدقوني أنا شايف كمان إن اليومين دول موضوع الكورونا أصعب من موضوع الأبرص زمان. الأبرص زمان ده كان إحنا ممكن بس نبعد عنه لمجرد إن هو بس اللي مريض، لكن بنتعامل مع أهله عادي. صدقوني إحنا دلوقتي ممكن الإنسان المريض بالكورونا إحنا ما نتعاملش حتى مع المخالطين ليه. طبعا إحنا مقدرين حاجة زي كده، لكن ده بيبقى إحساس قاتل جدا 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 للمريض. لكن أنا طالبة منكم يا أولادي إن إحنا على الأقل نهتم بالناس دي نفسيا، نهتم بالناس دي روحيا، نصلي لها إن ربنا يقدر يسندها. يجي واحد يقول لي هنا طب احنا بنصلي وربنا مش بيستجيب. احنا بنطلب من ربنا وبنطلب منه حسب ارادته، يعني بنطلب حسب مشيئة ربنا. احنا بنطلب ان حد يخف وما بيشفيش، يا ربنا ما بيشفهوش. بنطلب ان ربنا يستجيب لنا لصلاتنا وربنا ما بيستجيبش. طب ليه؟ حاجة غريبة جدا، سؤال صعب وممكن يمر على عقل حد فينا ويتعبه نفسيا. يا رب انا بصلي ان حد تعبان تبعي وانت ليه يا رب ما مش بتستجيب، مع انك انت بتستجيب ليا في كل حاجة بصليها. بصلي انك تنجحني وبتنجحني، بصلي انك تقف معايا في كل موقف وبتقف معايا، بتيجي في الحاجة الصعبة دي اللي انا محتاجها وبصلي بصراخ وما بتستجيبش ليه؟ انا تعبان يا رب ارجوك استجيب. انا بس عايز افهمكم ان في ممكن طلبة تبقى غلط من وجهة نظر ربنا فما بيسمعهاش. انا دي مش قصدي عليها دلوقتي، ان هو الكتاب المقدس بيقول تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رضية. يعني في واحد بيطلب مثلا يعني راح يسرق فبقول يا رب استر علينا وسهل لنا الموضوع، انا ما اقصدش الطلبة الرضية دي خالص. انا اقصد ان الطلبة حسب مشيئة ربنا وربنا ما بيستجبش. ليه دايما بيبقى عندنا الاحساس ده؟ صدقوني يا احبائي مفيش كلمة بتطلع مننا اللي بتوصل لربنا وربنا بيكون سامحها كويس قوي. المزمور بيقول ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها، أشكرك لأنك استمعت كل كلمات فمي. ربنا صدقوني بيسمع لكل كلمة بتطلب مننا بتطلع مننا. لكن ربنا بيقول إيه؟ تطلبونني تجدونني. هو ده بقى سر الموضوع. إيه هو سر الموضوع؟ إن إحنا لما بنصلي وبنصرخ لربنا بنلاقي ربنا جنبنا. لما بنقف نصلي من عمق قلوبنا وبنصرخ لربنا صدقوني يمكن كتير منا جربه، لما بنقف نصلي بصراخ بعد ما بنخلص صلاة بنحس ان احنا تعزينا شوية، حتى لو الموضوع ما تحلش، حتى لو المريض ما تشفاش، حتى لو الظروف اللي حوالينا ما تغيرتش، بس بعد الصلاة بنحس ان احنا ارتحنا شوية. ارتحنا ليه؟ عشان تطلبوني تجدوني، بنلاقي ربنا جنبنا. طب ربنا لما بيبقى موجود بيعمل ايه؟ بيطبطب، بيداوي. معنى الاستجابة عند ربنا مش انه يرفع الألم، مش انه يعمل معجزة. صدقوني أبسط حاجة عند ربنا انه يعمل معجزة، لكن الجميل في الصلاة ان ربنا بيجي بيطبطب. معنى الاستجابة عند ربنا ان هو يكون معاك في وقت شدتك، زي ما حصل مع الثلاثة فتي القديسين. على فكرة لما صلوا ربنا جالهم وقف معاه وطبطب عليه، لكن ما طفش النار، النار فضلت طالعة زي ما هي. لكن لما طبطب هما محسوش بالنار اللي حواليه،
النار تقيد، النار تزيد، مش فارق معانا طول ما انت موجود، طول ما انت بتطبطب علينا مهما كان الاتون محمى بالنار احنا مش حاسين بخالص. نفس الكلام في بطرس في معجزة مشي على المية، لما قعد هو والتلاميذ تعبانين جدا وخايفين جدا من الامواج العالية، كاد المركب تكون هتغرق، لما جالهم المسيح مشى على المية مهداش البحر من الماء، لكن قال لبطرس ايه؟ تعال امشي معايا على المية. ونزل بطرس مشي. لما مشي بطرس مخافش، بطرس كان خايف لما الموج كان عالي وهو جوه المركب، لما شاف المسيح مشى على المية ومخاف. هنا دي بركة الصلاة، لما صلي مش مهم ان ربنا يستجيب، لكن الاهم من كده انه يطبطب عشان ما حسش بالنار اللي حواليه. تاني حاجة من بركة الصلاة يا حبايبي يا احبائي هو التسليم. لما بصلي ربنا والصلاة بيكون بصراخ ومن عمق القلب، بخرج من الصلاة وانا حاسس بفيه اتكال تام على ربنا. بخرج من الصلاة واقول يا رب خلاص اللي تشوفه، خلاص يا رب اللي انت شايفه لتكن مشيئتك، حتى لو الظروف برضو اللي حواليا ما تحلتش. بخرج من الصلاة وانا عندي سلام، بيبتدي كتاب تجعل لنا سلام. بعد الصلاة يبقى في سلام داخلي، في طمأنينة، في راحة، قول يا رب لتكن مشيئتك. ان اردت يا رب ان ترفع عنا التجربة فلتكن مشيئتك، زي ما هو قال كده، يا ابي ان اردت ان ترفع عني او تعبر عني هذه الكأس، خلاص لتكن مشيئتك اللي انت شايفه. لكن ازاي يا احبائي اوصل للصلاة بحرارة؟ اول حاجة عشان اقدر اصلي بحرارة عشان اخد البركة دي كلها، انا لازم اكون بحب ربنا، لازم اكون بحب ربنا من عمق القلب. تاني حاجة لازم اكون عندي تواضع وانا بصلي، زي الابرص اول ما شاف المسيح جري، وبعد ما جري عمل ايه؟ ركع تحت رجليه. لازم يبقى عندي تواضع، لازم اكون زي العشار اللي قرع على صدره، لازم اكون زي المرأة الخاطئة اللي جري ونزلت وسجدت تحت رجلين ربنا يسوع له كل المجد وبكت. يبقى لازم اكون بحب ربنا، لازم اكون متواضع، لازم يكون عندي ثقة وإيمان. لو عندي ثقة وإيمان بربنا صدقوني هنال بركة كبيرة قوي في الصلاة وبعد الصلاة، هتوصلني للتسليم التام اللي أنا محتاجه في الصلاة، هي الثقة والإيمان. حتى لو المعجزة ما تعملتش، حتى لو التلبة بتاعتك ربنا ما استجدهاش، لكن سمعها وهيطبطب وهيديك تسليم. الصلاة يا أحبائي بتكون فيها صراخ، هي دي اللي بتكون من قلبك، وهي دي اللي ربنا عايزها، وهي دي أكبر بركة في التجربة. ربنا يدينا روح الصلاة وروح التسليم وروح البركة، ويرفع عنا الوباء ويرجع يجمعنا تاني، لأنكم وحشيني جدا جدا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. قررت اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس غلق الكنائس والأديرة. أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس بما فيها صلوات الأسبوع المقدس الذي يشمل أسبوع الآلام وعيد القيامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. حفاظاً على أبناء مصر قررت غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية. يا إله الصالة، ندعوك يا رب في هذا الوقت لكي ما تتحنن على الجميع، ندعوك يا رب لكي ما تنقذ الإنسان، علمين أنك قادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه الأزمة عن العالم كله، أن تطيب خاطر الإنسان. الواحد نفسه بخلوة وأيام حلوة، يومين في الدير وقفة صلوات بسعان بدموع وكلام من القلب في الفجر، خضوع وخشوع وإيمان في حضور الله، وتناول يسكن جسدي طار قلبي في سر كبير. صورة تجمعنا مع المزود كلنا أطفال.
حد الشانين وخميس العهد وفرحة سكتة تيجو قداس العيد جوه كنيستي ولمتنا حضن مع بعض يا كل الصفوف السمائيين ونقول تمثيلية القيامة في البيت ونقول كريستوس أنستي ونعمل زفة وخيصة صراحة وكرة الإبتي وألحن وجمال.